وكان فيه بالفعل منافسات صعبه وممتعه وقويه جدا شهدتها بطوله العالم الخماسي الحديث اللي تم تنظيمها في مصر تحديدا على ارض مدينه الاسكندريه. البطوله دي شهدت مشاركه حوالي 210 لاعب ولاعبه مثلوا حوالي 35 دولة من مختلف دول العالم. منتخب مصر كمان قدم أداء في الحقيقة مميز جدا، قدر أنه يحصد على عدد من الميداليات الذهبية والفضية. طبعا أبطالنا هم اللي عملوا ده، كمان تأهل من 8 من منتخبنا الوطني لنهائي البطولة. فتفاصيل أكتر هنعرفها في سياق هذا التقرير. على أرض الإسكندرية عروس البحر المتوسط أقيمت بطولة العالم للخماس الحديث تحت 17 عاماً، والتي شهدت منافسات شديدة الصعوبة والإثارة بين منتخبات العالم. ونجح المنتخب المصري في التتويج بميداليتين في اليوم الأول بالبطولة، حيث حصد محمد حاتم وأسامة مدحت الميدالية الذهبية في تتابع الفرق للشباب، بينما توجت كل من سارة عمرو وفريدة أبو هاشم لاعبتي المنتخب الوطني بالميدالية الفضية بمسابقة تتابع الفرق شابات. وتأهل لنهائي البطولة 4 أبطال من الشباب هم محمد حاتم، سيف وائل، أسامة مدحت، وطارق تامر، بينما تأهلت 4 من تصفيات الشابات هم جنة وليد، فريدة أبو هاشم، سارة عمرو، وريتاج علاء. وتقام البطولة بمشاركة 210 لاعبين ولاعبات يمثلون 35 دولة، أبرزهم البرازيل، بوركينا فاسو، كندا، الصين، تايوان، التشيك، إيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لمشاركة وفد من الاتحاد الدولي مكون من 17 فرداً. وقامت الوفود المشاركة في بطولة العالم للخماس الحديث بجولة سياحية بالإسكندرية على هامش البطولة، تضمنت زيارة المعالم والأماكن السياحية منها مسرح سيد درويش واستاد الإسكندرية وقلعة قايتباي.